وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. أنا حصلت لي صدمة عاطفية بقالي تقريبا حوالي سنتين أو أكتر. خطوبة ولا عقد؟ لا مش خطوبة ولا زواج. أثرت عليا نفسيا يعني وجسديا، بقيت باردة، مش بتأثر بأي حاجة حواليا، مش بذاكر كويس، بقيت بشيل مواد في الكلية، بقت حياتي سودة من الآخر يعني. ماما هي اللي بتسرح لي شعري وبتقولي تعالي محميكي. أنا عندي 20 سنة، فأنا حاليا قصرت في عبادات كمان، مبقتش أقوم للفجر، مش بقوم طب للقيام. معلش معلش يا مروة، عايزة بس استفسر منك على حاجة، العلاقة دي كانت ايه؟ اتفضل. علاقة كلام مع شاب يعني؟ أيوه، استمرت قد ايه؟ سنة وشوية. وده كان أول حد تعرفيه؟ لا كان في حد قبله؟ بس يعني ليه أنا كنت اتصدمتي؟ صغيرة وكده الأول، بس العلاقة دي يعني اللي هو إيه، أنا خلاص كبرت وكده، وكنا متفقين على الزواج وبنحدد هنجيب إيه، ومش عارفة أي جهاز أو شقة، كنت مثلا بحوش له فلوس عشان نساعد لأنه ظروفه سيئة وكده. فيعني أنا كان كل نيتي إن هو لأ، يعني ده زوجي وهنسمي أولادنا كذا. و ده الكلام ده قبل ما يدخل البيت يا مروة؟ آه طيب طيب مش انت عارفة ان الامر ده عمره ما هيبقى فيه بركة عشان ده امر لا يرضاه الله؟ ما انا بصراحه انا قلت ربنا عالم نيتي، يعني انا مش بكلمه بتسلى او بشبع رغباتي او كده، لا انا يعني انا عايزاه زوجي وتمنيته زوجي، ودعيت ربنا كتير ان هو يبقى من نصيبي يعني. وهو فانا ثابت، هو دلوقتي اللي انا مشي حياتي وهو اللي خلى وساب يعني؟ طب مسببه كان ايه؟ ليه؟ بيقول ان بابا مش موافق وزوجه غصب عنه، وقعد يألف يعني حوارات وكده. فانا من ساعتها وانا يعني انا حياتي اتدمرت حرفيا. انا بابا مثلا مطارد وكده، ما بقتش اهتم يعني اللي هو ايه ظروف او كده. طبعا حضرتك عارفه ان هو الشخص يكون مطارد او كده ومطلوب سياسيا، فانا لا يعني مش هاممني حاجه، ومش متاثره، ومش بذاكر، مش بقرا قران، حياتي وقفت يعني. طب اسمعيني يا مروة، انت اولا طيب عايزه حياتك معلش ممكن تكمل. طيب اتفضلي. انا كان عندي وسواس الاول ان انا بعمل على نفسي، بعد دلوقتي الموضوع ده، اتطور. بعد الموضوع ده ولا تمام؟ لا قبل، لا قبل قبله. قبل فتكرر كتير معايا الاحساس، بقاله حوالي سنة وشوية، ودلوقتي عملت على نفسي مرتين. بتصحي من النوم بتلاقي كده ولا ما بتلحقيش لا تدخلي وانا الحمام صاحية، وانت صاحيه ما بتلحقيش؟ مرة انا ما لحقتش ادخل الحمام، مع اني كنت لسه داخله، وبتحصل كتير ان انا لسه حاضر داخل الحمام وتقريبا يعني ممكن اعلى على نفسي او كده. حاضر، هقول لك يا مروه. طب ممكن معلش ممكن اتواصل مع حضرتك شخصيا يعني، طيب لان انا الله، عندي مشاكل كتير جدا جدا جدا، وحياتي متدمره. حاضر استاذنك بس يا استاذ اسامه، اكتب لي جنب خد رقمها واكتب لي جنبيها مروه. حاضر يا مروه. اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني. اولا يا مروه يعني انا عايزه اجاوبك على شويه متشابهات مشتبهات عليكي، وفي تلبيس كده من الشيطان في بعض المعاني. انا بكلم واحد سالته خطوبه ولا عقد، قلت له ده ولا دوت، واحد كان عايز يتجوزني وانا بحوش له وفي امر وكانت نيتي فيه خير انه زوجي وانا مش بعمل حاجه حرام. خلي بالك الله عز وجل، اسمعوا عشان بالكلام ده لكل البنات، كل البنات بقى اللي لها ده جاي لنا دلوقتي من 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 11 سنه عامله علاقه من 11 سنه وبتقول لك انا بحبه. بص يا بنتي، الله عز وجل لا يقبل من العمل الا بحاجتين شرطين، اصوبه واخلصه. اخلصه والله نيتي خير، اهو انت جبتي النص ده، ان انا كانت نيتي خير وعايزه زواج، بس ده مش اصوبه لان ده امر محرم، هو محرم عليا كلام ده يحل لي. محرم. ايه الوسائل علشان اكلمه يبقى كذا؟ انه يجي ويخبط على البيت ويجي يخطب، يبقى فيه كلام ان دوت واحد وعد اهلي بالزواج وبقى راجل قد المسؤوليه. هو لو كان راجل من البدايه
كان حتى بس يعني ايه لو بيحبك كان جه البيت وكان جه وعزك وكان باين فعلا ان انت راجل فعلا تستحق ان انا اعتق قلبي وان انا ابقى زوجه ليك. فالامر اللي انت فاهماه انا كانت نيتي خير ده غلط، الله عز وجل لا يقبل هذا الامر، لان شرط القبول لاي عمل بنعمله الجناحين دول، النيه والله نيتي خير اه بس العمل غلط، العمل لا يرضى الله، العمل حرام حرام حرام، شرع الاختلاط والكلام والحب والحاجات دي كلها كلها غلط غلط، مقدمات مقدمات دي غلط. ده جزء بس عشان نبقى بايه بنقول كل كلمه. طيب هو قال اي كلام وبرر ومش عارفه ايه واي كلام وحور عليكي في الحوارات بقى والكلام، وانا ايه خلاص انا ابويا غصب عليا، ما فيش راجل يعني غصب على ابنه مش خلاص ليه هو كده. بسمعي ما تزعليش ومش عايزاكي تزعلي من الكلمه اللي انا هقولها دي، بس انتوا لازم تعرفوها يا دي البنات ارجوكوا، اللي بترخص نفسها واللي بتاخد طرق خلاف اللي الله عز وجل، هو اللي خلقني يا جماعه والله هو اللي خلقني، فهو عارف انا ايه كتالوجي ايه مفتاحي ايه اللي يفيدني ايه اللي يضرني، فهو قال لي ما تعملش هيضرك وانا عملته خلاص رخصت نفسي. لكن كده برنسيسه قاعده اقول يا ابني اعمل كذا وبتاع وعايزين قاعده برنسيسه لانك انت عفيفه وشريفه. فالامر ان انا بس اطلع بره اطار يعني الكرم اللي ربنا كرمهولي دوت ده غلط. خلاص اختار والكلام ده والامر، ليه تتصدمي؟ ما تستاهلش يا حبيبتي، ما يسأل ألف مليون سلامه يا بنتي، الباب يفوض 200 الف مليون جملين وعشره، ما يستاهلش ما يسأل. احنا انت غلطتي، هو مش الغلط مش عليه لوحده، بس عشان ابقى صادقه معاكي الغلط مشترك منك وما بين، خلاص استغفر الله رب مش هعمل كده تاني، وامر ده انت لا ترضاه وانا اعمل اللي ربنا عزني بيه وللاسلام عزني بيه، وجوهره مصونه كده تتعطي وتعمل ويبقى عليكي موافقه، وبعدين الاب لا معلش موافقه الولي لازم هي شوفي العزه والجمال هو كده، تبقي غاليه وعفيفه كده، والراجل دايما ما يبقى مش عارف يطولها، لكن اللي سهل يطولها ها، واللي سهل اتكلمت ها، واللي كذا دي ده امر صعب. النقطه اللي مزعلاني بقى جدا 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 مش ان انت مصدومه بس، مش ان انت مصدومه بس، ان انا يعني قبل ما يبقى خيانه للاهل وللكلام ده لله سبحانه وتعالى، ان انا يعني حد استأمني اللي هو الله سبحانه وتعالى على نفسي وعلى قلبي وعلى شرفي وعلى كلامي وعلى عقلي وعلى مشاعري، وانا تعديت الامر ده. الامر الثاني والدك المفروض يعني هو في محنه وبره البيت وكذا وكذا وكذا، وانت المفروض جوه البيت حاضر، مش حاضر لربنا بس ونعم يا رب بس وسمعا وطاعا بس يا رب، لا ده انا اكرم الراجل اللي بره دوت، ابويا بره بس انا سايب الحمد لله حد امين على شرفه وعلى عرضه وعلى كذا. النقطه دي لازم ضميرك يأنبك فيها لازم. النقطه بقى بتاعت ان انا اتصدم، قلت لك ما فيش حد يستحق انك تتصدم، وخصوصا اللي هو اللي بايع وهو اللي بان اصله وهو اللي بان ان هو ولد مش اصيل وكذا، وكان غلط اصلا علاقتك بيه من البدايه. تقعدي ليه؟ الناس بتعمل ايه؟ بتنكر. ممكن تكوني ما كنتيش مصدقه، يعني كنت مخلصه جدا ومصدقه جدا ان ده زوجك وان ده كذا ومخلصه جدا في الامر، وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل انك انت اتصدمتي. فالناس الصدمه خمس مراحل، اولها الانكار، انت في مرحله انا مش مصدقه، فمصدقه تبقي قاعده متقوقعه على نفسك، والتقوقع على نفسك ده بيعمل لك نوع من ان انا اي مرض نفسي بقى تعتي او اي مرض عضوي على فكره، ويبقى الاصل منه نفسي، لا وسوسه لا مش عارفه حاجه ايه، لا بقعد كذا واحده تقول لك بقعد اغسل ايديها لحد اما خلاص جلدها بقى يقع من كتر غسيل ايديها، او وسواس او كذا او كذا، دي ما حدش يستاهل يا بنتي، اطلعي بره مرحله الانكار ديت خالص، واثبتي وقولي الحمد لله في ناس بتتعلم لما تتقرص في الجرح اللي بيوجعها، فالله سبحانه وتعالى جاب لك خلاص اتعلمي، بس قولي له يا رب تبت اليك وانتهى الامر على كده. طب بياخد وقت؟ بياخد وقت عشان نتعلم، تطلعي قويه ان شاء الله باذن الله وتطلعي فاهم. موضوع التبول اللا ارادي ده والكلام ده، او وسواس في موضوع البول والكلام ده، طب دلوقتي انا مش بلحق له حاجتين، قال لازم اكشف الاول، الاول هحلل السكر اشوف، لان تحليل السكر ممكن يكون سكر درجه ثانيه، وده اللي ما بيخليش الواحده مثلا تلحق الحمام، او يكون مثلا في فطر او ضعف في العضله بتاعت الجهاز ذات نفسه، فضعف العضله بيخلي فيه اللي هو البول اللا ارادي، فبكشف طبيا الاول وبشوف الامر طبي والكلام ده وباخد علاج، وان شاء الله يطلع الامر طبي ما يطلعش نفس بتاع نفسه. ديني هتواصل معاكي بعد الحلقه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يرزقنا الصلاح والتقوى والهدى والعفاف والغنى، اللهم امين.